مين الشخص اللي راح واشتكى علي للشرطة بالأول؟ ريشو كومار كمان، ومن بعد كل هالشي من حقي أقدم شكوى عليك، لأنه أنا بوقتها ما كان في عندي بديل غير إنه أقدم شكوى للشرطة عليك. الشكوى عند الشرطة ما كانت ضدك، الشكوى كانت مشانك. طلبت من الشرطة يساعدوني لحتى أعرف مكانك. إيه بس كنت ناوي تبعتني على المدرسة الداخلية بعد ما تلاقيني. لشو ما عم تجاوب ريشي كومار؟ جاوب، بدك تبعتني على المدرسة الداخلية هلأ؟ لا، في حدا وعدته بهذا الشيء.